العدل مسرحية، فالكل حكم والكل يدعى ضحية. شغلوا الناس بالعصبة عن عصابة دعية بغية. هل تمضي بالتوافق وبأي أي أغلبية؟ من له الأحقية؟ تلك أولى أولوية. يا راضيا بدور المزهرية في تلك المسرحية، ونحن البقية بلا دور، نحن بلا أهمية. تلك علة الجمهورية، بئس الحرية بلا منظومة قيمية أخلاقية. بئس العدل عندما تنتهك الآدمية. بئس الشعب إذا كان بلا هوية. وبالعافية فقر ومرض وأمية وشلة حرامية. شعب فقير في دولة غنية لا تخلو من عصبية غبية. دع العبد، إن العبد ليقدس العبودية. معادلة عراقية، هل لنا من عزاء؟ هو انت مشابع كهرباء تدور فاتحة ورثاء؟ أي غباء. تابعنا معكم يا أحباء رحلة الصيف والشتاء. أزمة نفط وكهرباء وماء ودماء. قولوا كذب وافتراء، لنا الموت ولهم البقاء. لتعلم يا ابن آدم وإن طال بك البقاء حتما إلى فناء. الكل راحلون بلا استثناء. فأضعف الإيمان قول الحق ولا متقضيها دعاء، وأعلاه شهادة الشهداء. فأرجوك لا تكن في قدم الظالم حذاء. تخلص من عقدة أو تخلص من عقدة روحي لك يا سيدي فداء فداء. كل ذلك وأكثر في مساحة الله منها يستر.